السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. ده ميعادنا الأسبوعي بإذن الله، كل خميس من كل أسبوع بعت لكم اللينك بتاع زوم، علشان اللينك ده هيبقى ثابت معانا إن شاء الله كل يوم خميس في نفس الميعاد اللي هو الساعة 9 صباحا، عشان نلتقي ونحل مع بعض تدريبات بكرة المدرسة. نبدأ بسم الله. أول حاجة هنحلها هي تدريبات درس تمييز العدد. إحنا طبعًا اتناقشنا مع بعض في فصل في أنواع العدد، وبناءً على ذلك كان التدريبات دي مناسبة لدرس الأنواع بتاع العدد. بيقول لي رأيت، بين العدد الأول ونوعه واعرف تمييزه. رأيت في المصنع 1500 عامل. طبعًا بالنسبة للعدد هنا هو 1500. تمام؟ أنهي نوع من أنواع العدد ده اسمه عدد معطوف؟ عدد إيه؟ معطوف. طب آخر عدد عندي في الجملة كان عدد 500. 500 التمييز بتاعها اللي هي كلمة عامل بيجي مفرد مجرور بالإضافة، يبقى بنقول عليه إيه إعرابه ده؟ تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسر. تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسر. ندخل بعد كده على المثال الثاني. قرأ المعلم صفحة واحدة و13 سطرا. طبعا العدد في الجزء الاولاني من المثال ده اللي هي كلمة واحدة، وده ملهوش تمييز، لان العدد واحد واثنين لا تمييز لهما. اما العدد، وده طبعا عدد مفرد، اما العدد الثاني اللي هي 13 فده نوع من انواع الاعداد اسمه العدد المركب. تمييزه فين؟ كلمة سطرا وإعراب الأعداد من 11 لغاية 99 بيبقى مفرد منصوب ويعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثالث، يضم فريق الكرة 11 لاعبا. العدد عندي هو 11، نوعه عدد مركب لأن قلنا الأعداد المركبة من 11 لغاية 19. وكلمة لاعبا هي التمييز بتاعها، ولسه قايلين من شوية التمييز من 11 لغاية 99 بيبقى مفرد منصوب ويعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ندخل بعد كده على بقية الجملة. بالإضافة إلى ستة لاعبين، بالإضافة إلى ستة لاعبين. كلمة ستة هي العدد، نوعه عدد مفرد. لاعبين التمييز بتاع العدد من 3 لغاية 10 المركبة بيعرب العشرة آسف المفردة بيعرب تمييز مجرور بالإضافة، تمييز مجرور بالإضافة. طبعا ده تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره، ها علامة جره إيه؟ الياء، لأنه كان مذكر سالم. المثال الرابع، استقدم المعهد 5 أساتذة جدد. العدد بتاعي كلمة خمسة، نوع عدد مفرد، والتمييز بتاعه بيبقى جمع مجرور بالإضافة، يبقى كلمة أساتذة تعرب جمع اسف تمييز مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسر. رقم خمسه، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 63 سنه. طبعا العدد 63 ده عدد معطوف. عدد ايه؟ معطوف، وبيبقى الاعراب بتاع تمييزه تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ده كده بالنسبه لي أول درس عندنا النهاردة هنحل. ننتقل بعد ذلك إلى نص الخلق، وهو للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي، ونجيب مع بعض كده صفحة 24 ونحل التدريبات مع بعض. الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلاني. مرادف كلمة الشعور الإحساس، جمع الخلق الأخلاق. لذلك لا أسمي الكريم كريما، علاقتها بما قبلها توضيح. ما معنى أن يكون الإنسان مسؤولا أمام ضميره؟ إيه معنى؟ إن الإنسان يبقى مسؤول أمام ضميره، معناها أن الإنسان
يكون ضميره هو المراقب له في افعاله واقواله حتى يستطيع او يتمكن من فعل ايه؟ الخير الواجب عمله. رقم ثلاثة، شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره. ما الجمال في هذه العبارة؟ تعبير جميل، فيه تصوير لإيه؟ فيه تصوير للضمير بقاضي والإنسان مسؤول أمامه. ما الخلق وكيف ينشأ؟ قلنا الخلق تعريفاته كتير جدا في النص ده. الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل. الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عيون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس. والخلق هو الصرخة التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على إهانة وطنه أو العبث بكرامة قومه. ولا الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج. كيف ينشأ؟ عن طريق مراقبة الضمير والسير وفق لقواعد المجتمع الصائب. طب ده يعني صح وخطأ؟ الخلق هو مسؤولية الإنسان أمام الناس. غلط طبعاً، هو مسؤوليته أمام ضميره. بعد كده الخلق هو صرخة الدفاع عن الوطن، الكلام ده صح. المنفلوطي أديب فلسطيني رائد في الأدب، غلط طبعاً، وأديب مصري. الضمير ليس رقيباً على الإنسان، ده خطأ طبعاً، لأنه الضمير هو الشيء الذي يكون دائماً مراقب للإنسان في أعماله وأقواله. ننتقل بعد كده للسؤال الثاني. لا ينفع المرأة أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون، وإنما ينفعه أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته. بيقول لي هات من الفطرة أو عين من الفطرة كلمة بمعنى مانعه، طبعا كلمة زاجره، فركز كويس جدا لما يقول لك إيه هات من الفطرة، يعني ممكن يكون الكلمة دي أكتر من معنى، بس هو عايز المعنى الموجود فين؟ في الفقرة. طبعاً هنا زاجرة. كلمة أخرى مضادها يضل، يهتدي. وكلمة ثالثة مفردها حيوات، جمعها آسف حيوات، تبقى حياته. تمام كده؟ ما الدوافع التي تمنع الإنسان من فعل الشر غير الضمير؟ إيه الدوافع اللي بتمنع الإنسان من فعل الشر غير الضمير؟ قال لك خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون. طب ما الذي ينفع الإنسان كما جاء في الفقرة؟ الذي ينفعه هو أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته. كده إحنا خلصنا تدريبات درس الخلق. تعالوا نروح مع بعض على درس الكنز قبل أن يضيع من دروس القراءة، ونفتح مع بعض على صفحة 5. إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها الأجيال المتعاقبة عبر السنين والعصور، واختلفت في تفسيرها العقول بحسب أهداف كل جيل ومشاربه، ولكن اتفق الجميع على أهميته وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. مفرد مفاهيم مفهوم، مضاد متباينة متفقة، مرادف مشاربه اتجاهاته. ما مفهوم الوقت؟ لا يوجد تعريف خاص للوقت، ولكن اختلفت الأجيال تعريفات كثيرة وتفسيرات كثيرة للوقت، ولكن اتفق الناس جميعا على أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. ما المقصود بالكنز؟ قلنا المقصود بالكنز والوقت، واللي هيحصل لو استخدمه الإنسان بحكمة استطاع أن يملك كل شيء. السؤال الثاني والأخير، قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم الوقت وإدارته، حيث عرض مثالا حيا أمام الطلبة لتصل الفكرة له. كان المثال عبارة عن اختبار قصير، جمع كلمة مثال أمثلة ومضاد حيا
مش ميتا بالله عليكم، مضاد حيا خياليا. اين يعمل الاستاذ الجامعي؟ يعمل في قسم اداره الاعمال. عن اي شيء كانت المحاضره؟ كانت عن اهميه تنظيم الوقت وادارته. ما الاختبار الذي قام به الاستاذ الجامعي؟ احضر دلوا وقام بوضع الصخور الكبيره به اولا، ثم وضع بعد ذلك الحصى، ثم أخذ الحصى يملأ الفراغات بين الصخور الكبيرة، وبعد ذلك أتى بكيس من الرمل فسكبه داخل الدلو، فامتلأ الدلو، ثم جاء بإناء به ماء وأفرغه داخل الدلو حتى امتلأ تماما. وكان في كل مرة يضع فيها شيء يسأل الطلاب هل امتلأ الدلو. وكان الغرض من هذا الاختبار هو أن يعرف تلاميذه وطلابه كيفية تنظيم الوقت وإدارته، حيث أن الصخور الكبيرة تمثل الأهداف الكبيرة في حياته. سؤال بعد كده، لماذا استخدم الأستاذ الجامعي هذه الطريقة في عرض فكرته؟ وهل نجحت؟ طبعا استخدمها في عرض فكرته حتى يقنع الطلبة، أو لتصل الفكرة أو فكرة أهمية تنظيم الوقت وإدارته إلى الطلاب. وهل نجحت؟ طبعا نجحت بالفعل، والدليل على ذلك تفاعل الطلاب مع أسئلة المعلم في كل أو الأستاذ في كل مرة. وبكده يبقى وصلنا النهاردة لنهاية الحصة بتاعتنا، ونلتقي بإذن الله يوم الخميس المقبل.